طيب بسم الله، دلوقتي هنتكلم على بقى ايه الاي ام ريسيفر. احنا اتكلمنا على الترانسميتر قبل كده، دلوقتي هنتكلم على الاي ام ريسيفر. ففي الاول هنقدم الكونسبت بتاع يعني ايه سوبر هيتروداين ريسيفر. البروسيس بتاع الهيتروداينينج هي عبارة عن عملية ان انا بعمل ميكسينج او بعمل خلط بين نوعين من الاشارات، يعني بعمل بروسيس ميكسينج تو سيجنالز، ها، والاثنين سيجنال دول عندهم ديفرنت فريكوانسيز. يبقى انا عندي بعمل ميكس او خلط ما بين اشارتين، وكل اشاره لها ترددات مختلفه، ودي بستخدمها ليه؟ عشان انشئ بيها تردد جديد، ويعني اعمل بيها بروديوس لنيو فريكوانسي. وهنا العملية دي كلها اللي أنا بحاول بعمل بيها ميكسينج بين different frequencies عشان to produce new frequency، ده بسميها إيه؟ الهيترو داينينج. تمام؟ يبقى هنا هتيجي تبص هتلاقي إن إحنا عندنا في السوبر هيترو داين ريسيفر هنا بيستقبل، و سوبر هيترو داين ريسيفر بتاعي بيحول اللي هي ار اف سيجنال اللي هو بيستقبلها. الار اف سيجنال بتاعتي طبعا اللي هي السيجنال اللي جايه لي في الاير انترفيس، وبتبقى متحمله على الكارير على الفريكوانسي بتاع الكارير بتاعي، ودي بيحولها للو فريكوانسي، وده بيبقى الفريكوانسي ده فيكسد لو فريكوانسي، وده هنا بنقول عليه انترميديت فريكوانسي. يبقى احنا بنحول، يبقى السوبر هيترودين ريسيفر بيعمل ايه؟ بيحول السليكتد ار اف فريكوانسي لفيكسد لوور فريكوانسي، وده بنسميه انترميديت فريكوانسي. هنا هتبقى هنشوف البلوك دايجرام اهو بتاع السوبر هيترودين ريسيفر. هنبدا نتكلم على الفانكشن بتاعتنا. فهنا ايه اللي بيحصل؟ ان احنا عندنا هنا في اول بلوك دايجرام في عندي اللي هو ريسيفنج ايه انتنا. فالريسيفنج انتنا دي بتستقبل الاشاره اللي انا جايه لي في الفري سبيس اللي هي بتيجي من الاي ام ترانسميتر، واللي هي مبعوثه للريسيفر كالكترو ماجنتيك ويفز. طبعا هنا الانتنة بتاعتي هنا بتستقبل الاشارة دي، فده بينتج عنه سيجنال الفولتج بتاعها ايه قليل. تمام؟ بيطلع لي سيجنال الباور بتاعتها ايه قليلة. تمام؟ يبقى هنا السيجنال اللي استقبلتها دي برضو السمول فولتج. بعد كده بتتخش على ار اف ايه امبليفاير. الاي ام امبليفاير ده ويز باند باس فلتر تيونابل تو ديزايرد دبليو سي اللي هو انجلر كارير. زي ما قلت لك ان احنا في الهيترودين سوبر هيترودين ريسيفر دوت اللي هو بيحول الار اف سيجنال السليكتد، يعني هنا هو معمول لها تيون على تردد ايه معين. يبقى انا اول حاجه هنا بيسلكت سيجنال معينه، بيعمل ريجكت لكل السيجنالز التانية اللي انا مش عايزها عشان يقلل كمان النويز ايه افكت، ويطلع هنا من المرحلة دي كده، هيطلع من البلوك الاولاني ده، هنا هيطلع من هنا كده اللي هو A بلس ام تي كوزاين اوميجا كارير تي من هنا. فهي دي هنا ايه دي السيجنال بتاعتي اللي هي عند الاوميجا سي، السيجنال بتاعتي اللي هي طالعه عند الايه الاوميجا سي. فتخيل انت في الحته دي كده هنطلع السيجنال بتاعتي عند الكارير ايه الكارير فريكوانسي، يعني الحته دي كده دي كده. تمام؟ لا بلاش ده كده، خلينا نحط شكل تاني احسن شويه. عند الحته دي كده السيجنال بتاعتي هتبقى عباره عن ايه؟ عند التردد اللي هو اف سي. تمام؟ اف كارير يعني. هكتب لكم بس كده اف ايه كارير. لوور كيس. ماشي؟ طيب.
طيب بعد كده في ميكسر، الميكسر ده بيستقبل عندي هنا إشارة من تو انبوت، الانبوت الأولاني اللي هو من الار اف امبليفاير، وده يمثل لي السيجنال بتاعتي اللي انا مستقبلها اللي هي عندي كارير فريكوانسي او الانجولر فريكوانسي اللي هو اوميجا سي، وسيجنال تانية طالعة من اللوكال اسيليتور، طالعة من اللوكال اسيليتور. وهنا هتيجي تبص هتلاقي هنبدأ نتكلم على ايه اللي هنا اللوكال اسيليتور ده، السيجنال اللي طالعة من عنده بنقول عليها اف لو فريكوانسي، او سوري او لوكال اوسيليتور يعني. نعمل كوبي كده هنا، ده كده بس عشان نوضح الخط شوية. والخارج هنا من عبارة عن ايه؟ لوكال اوسيليتور، ماشي؟ اف لوكال اوسيليتور هو بيساوي الصم بتاع الاف لوكال اوسيليتور ده، بيساوي الصم بتاع اللي هي الاوميجا سي بلس الاوميجا اي اف، ماشي؟ دي اللي هي اللوكال اوسيليتور، اف لوكال اوسيليتور بيساوي الصم بتاع الاف كارير بلس الاف اي اف، اللي هو الاف اي اف ده بنقول عليه انترميديت فريكوانسي، بنقول عليه الايه انترميديت ايه فريكوانسي. انا بس عايز اعمل ايه ده لور كيس. طيب هنيجي بقى نشوف ان الميكسر فريكوانسي ميكسر ده بيطلع ايه بقى. الفريكوانسي ميكسر ده بيطلع تيرمز، تمام؟ التيرمز دي يعني هو بياخد بيعمل ميكس للتو سيجنالز، اللي هي السيجنال اللي جايه من الار اف امبليفاير والسيجنال اللي جايه من اللوكال اسيليتور، ويطلع مجموعه من السيجنالز هنا في الاوتبوت ده كده، اللي هو زي ده هنا الاوتبوت اللي هنا ده. السيجنالز دي عباره عن ايه بقى؟ هي عباره عن ترمات، ممكن تطلع ترمز في ال في الاف كارير يعني الاف كارير. خلينا ناخد ده كده كوبي احسن هنا، بتطلع ترمات اف كارير اللي هو ده، ماينس اف لوكال اوسيليتور، او عندي اللي هو اف كارير بلس لوكال اوسيليتور. او سوري يعني اف، لا احنا عملنا بالعكس. طيب يبقى خلينا نكمل هنا، يبقى الفريكوانسي كونفرتر ميكسر ده هيعمل بيكس ما بين الاف لو فريكوانسي او اللوكال اوسيليتور هنا، وما بين الاف ايه السيجنال اللي هي ار اف سيجنال اللي هي طالعه عند الكارير من الار اف امبليفاير. هيعمل ميكسنج، هيطلع بقى من هنا تيرمز مختلفين، اوكي؟ هيطلع عده تيرمات. الترمز دي هيبقى فيها اف سي ماينس اف لوكال اوسيليتور، وفي ترمات تانية اف سي بلس اف لوكال ايه اوسيليتور. ف اف سي هنا بلس اف لوكال اوسيليتور معناه اف سي بلس اف سي بلس اف انترميديت فريكوانسي، اي اف اختصار انترميديت فريكوانسي، فهيطلع الشكل اللي تحت ده، فهيطلع بلس بيساوي 2 ملتبلاي الفريكوانسي عند الكارير بلس الانترميديت فريكوانسي. لو انا خدت في الاعتبار الترمات الثانيه اللي هي اف كارير ماينس اف لوكال اوسيليتور، يبقى هنا بيساوي اف كارير اهي دي ماينس اف لوكال اوسيليتور، يبقى ماينس اف سي بلس اف اي اف، دي هتروح مع دي هتطلع لي بس الفريكوانسي عند بنقول عليه الانترميديت ايه فريكوانسي. يبقى اللي هيطلع هنا السيجنال بتاعتي عند الانترميديت فريكوانسي. يبقى الفريكوانسي ميكسر ده في حقيقة هيعمل ايه؟ هينزل لي السيجنال بتاعتي من التردد العالي للتردد الايه؟
البسيط اللي هو الصغير اللي انا محتاجه عشان اقدر اخده وادخله على ديتكتور بعد كده عشان نقدر نطلعه على السبيكر. يبقى هنا موضوع السوبر هيترودين، يبقى انا بعمل ايه؟ قلنا بنعمل ميكس لاثنين فريكوانسيز زي ما انتم شايفين، اللي هو عند الاف كارير والاف لوكال اسيليتور فريكوانسي بتوع اتنين سيجنال، عشان هطلع منهم سيجنال عند زي الانترميديت فريكوانسي ده، وفي سيجنالز تانية عند الترددات زي دي كده. انا هعمل ايه بقى؟ هنا برضو بيبقى موجود هنا فلتر، بحيث ان هو يعمل ايه؟ بحيث ان انا هاخد ده بس، هو ده اللي انا هاخده في الاعتبار، او هو ده السيجنال اللي انا هعديها، اللي فوق دي هي اللي انا هعديها بس فقط، واللي تحت دي انا مش هعدي. واضح؟ اللي تحت دي ايه؟ مش هعدي، تمام كده؟ يبقى السيجنال اللي فوق بس هي اللي انا عايزها، عشان مطلعه لي الترم عند الانترميديت فريكوانسي اللي انا عايزه، ونزلت الاشاره بتاعتي عند الانترميديت فريكوانسي. انما الترمات التانيه هعمل لها ايه؟ هعمل لها ريجكت، ومش هخليها تعدي. وبعد كده السيجنال بعد كده هتخش على انترميديت فريكوانسي امبليفاير عشان يكبر الباور ليفل بتاعها. طبعا بعد كده هدخلها على ديتكتور زي الانفلوب ديتكتور عشان يمشي يعمل لي ريكونستراكت للاوريجينال سيجنال، وبعد كده هدخلها على اوديو امبليفاير بحيث ان انا اقدر اطلعها على ايه؟ على السبيكر بتاعي، تمام؟ يبقى ده الريسيفر بتاع الاي ام باستخدام اللي هو عباره عن سوبر هيترودين ريسيفر. فلو جينا بصينا هنا كده، فالار اف امبليفاير اللي هو موجود هنا ده، دي الفانكشن بتاعته، هنا بيعمل ايه؟ بيعمل تيونينج ات ديزايرد ستيشن، لان يعني معناها ان انا بختار بختار تردد معين واعمل تيونينج عليه، طبعا تبع الانجولار فريكوانسي بتاعه، وهو ده اللي انا هعديه بس، والباقي الحاجات الباقيه اللي انا مش عايزها اعمل لها ريجكت عن طريق الباند باس ايه فلتر. طيب بيعمل حاجه تانية اسمها ايمج فريكوانسي سبريشن، وهنشرح الايمج فريكوانسي ده في السلايد اللي بعد على طول. يبقى الار اف امبليفاير ده برضه بيعمل ايمج فريكوانسي سبريشن، او بيخفي لي الايمج بتاعت الفريكوانسي عشان ما تاثرش على الاوتبوت بتاعي. طيب في عندي بعد كده الفريكوانسي ميكسر اللي هو هنا، اللي هو ده فريكوانسي ميكسر، وزي ما قلنا هنا بيعمل ترانسليت للكارير فريكوانسي من الانجولار فريكوانسي اللي عند الكارير لفيكسد فريكوانسي بنقول عليه انترميديت ايه فريكوانسي. وشفنا الطريقه دي ازاي، يبقى انا كده بنزل الفريكوانسي من انجولار فريكوانسي او التردد اللي عند الكارير لتردد تاني اللي هو طلع لي هنا الريزلت بتاعه اللي هو الانترميديت ايه فريكوانسي. يبقى من تردد عالي لتردد قليل عند الانترميديت فريكوانسي، وهو ده اللي بدخله على الامبليفاير بعد كده. طب اللوكال اوسيليتور ده زي ما احنا قلنا، اللوكال اوسيليتور زي ما انتم شايفين هو عباره عن التردد بتاعه، هو عباره عن حاجتين، التردد بتاع الكارير بلس التردد بتاع الانترميديت ايه فريكوانسي. والانترميديت فريكوانسي ده يا جماعه في الغالب بيبقى عند 455 كيلو هرتز، تمام كده؟ طيب هنشوف بقى موضوع الايمج سبريشن. عشان نشرح الايمج سبريشن خلينا نجيب الشكل ده كده ونبدأ نكرره ايه؟ نكرره هنا تاني، تمام؟ طيب نفترض ان انا عندي، انا هشرح دلوقتي على الشكل ده الايمج سبريشن. نفترض ان احنا عندنا هنا السيجنال بتاعتي الريسيفد هنا ما جاتليش عند الكارير ده، لا جات عند كارير تاني، او عند تردد تاني يعني، اللي هو عبارة عن اتنين، احنا يعني بنعمل الفرضية يعني، تمام؟ اللي هو اتنين انترميديت فريكوانسي، اتنين ضعف انترميديت فريكوانسي بلس اللي هو الاف كارير، نفترض ان اللي جالي هنا هو الشكل ده كده، ضعف الانترميديت فريكوانسي بلس الايه الاف كارير. فايه اللي هيحصل هنا بقى؟ احنا
احنا قلنا الترمات اللي طالع هنا بتساوي الحاجة دي بلس دي، او الحاجة دي ماينس ايه؟ ماينس ده، واحنا بناخد الجزء اللي ماينس. فلو خدت انا كل الترم ده كده كل ده، عشان انا اصغر بس الفونت هنا شوية، ماشي، لو انا خدت ده كده هنا ومرة طرحته ومرة مرة تانية ايه جمعناه، يبقى احنا كده مرة عملنا ايه؟ جبنا السيجنال التانية دي، دي اللي انا استقبلتها، نفترض ان هي اللي هو الفريكوانسي بتاعها عند الاف كارير بلس ده في الانترميديت فريكوانسي، تمام؟ هي بالصدفة ان السيجنال انا عملت تيوننج طلع لي عند الفريكوانسي ده كده، فايه اللي هيحصل؟ الفريكوانسي ده كده مرة بعد فريكوانسي ميكسر، فايه اللي بيحصل؟ انا مره بجمع دي عند الفريكوانسي بتاع اللوكال اوسيليتور، ومره دي ماينس الفريكوانسي بتاع اللوكال اوسيليتور، فدي المعادله الاولانيه بالماينس، ودي المعادله الثانيه بالبلس. فهنا طلع لي ترمات انا طبعا مش عايزها، اللي فوق ده كله لو جينا بقى عملناه يبقى 2 اي اف بلس اف سي ماينس ماينس اللي هو الكارير فريكوانسي عندي هنا ماينس الاف اي. فايه اللي هيحصل؟ هيطلع لي في الاخر سيجنال برضو عند انترميديت ايه؟ فريكوانسي، هيطلع لي بالرغم ان هي جايه عند كارير تاني، بس هيطلع لي سيجنال عند الانترميديت فريكوانسي. وفي الحاله دي هنا بقول ايه؟ بقول ان احنا استقبلنا الايمج بتاعت السيجنال الاصليه اللي كانت عند الاف كارير بتاعي. فهنا يبقى هنا حتى لو احنا استقبلنا سيجنال عند الريسيفر ونفس السيجنال ممكن استقبلها، يعني استقبلتها وبعدين خرجتها من الخارج من الميكسر، برضو ممكن الريسيف دي سيجنال تبقى الايمج بتاعتها ونستقبلها برضه تطلع عند نفس الخارج بتاع الايه؟ بتاع الانترميديت فريكوانسي من الفريكوانسي. يبقى انا هنا استقبلت سيجنال تانية عند الريسيفر وطلعت من الفريكوانسي فريكوانسي كونفرتر او ميكسر نفس السيجنال اللي انا كنت هستقبلها عند الايه؟ الفريكوانسي اللي هو الانترميديت فريكوانسي. يبقى طبعا هنا في الحاله دي بنقول ان السيجنال دي اللي هي 2 اف اي اف بلس اف سي دي هي عباره عن الايمج فريكوانسي للسيجنال اللي هي كانت عند الفريكوانسي ايه؟ كارير اللي هو الاف سي زي ده كده. وهنا طبعا مديك الايمج عن طريق اكزامبل يعني. يبقى في الديتكتور ده بقى كده هنا، الديتكتور ده هتلاقي هنا بيريكفر السيجنال بتاعتي من الاوريجينال سيجنال الانترميديت فريكوانسي سيجنال عن طريق ان هو بيستخدم انفلوب ديتكتور او كوهيرنت ايه ديتكتور. طيب يبقى مين المسؤول ان هو يشيل الايمج بتاعت الفريكوانسي اللي احنا قلنا عليه اللي هو عباره عن ايه؟ الار اف ايه امبليفاير ده. الار اف امبليفاير هو المسؤول عن الفريكوانسي سبريشن لانه بيشيل اي ترددات تانية انا مش عايزها. طب التردد التاني جه منين؟ لو انا جالي في السيجنال في الاير انترفيس جالي سيجنال عند تردد بس متشفت عند اف سي بلس ضعف الانترميديت فريكوانسي، ده هيطلع لي نفس السيجنال بتاعت الانترميديت فريكوانسي عند الاوت بتاع الميكسر، فعشان كده بقول عليها هي دي الايمج بتاعتي. يعني ده اكزامبل اهو. الاكزامبل بتاعي ايه؟ بيقول لي ايه يا سيدي؟ احنا عندنا لو الانترميديت فريكوانسي بتاعي هنا مثلا حبيت احسبه، بيقول لك لو انا عندي الكارير الاولاني ب 1000 واللوكال اوسيليتور فريكوانسي بتاعي هنا هو عباره عن ايه؟ عباره عن الكارير فريكوانسي بلس ايه؟ بلس اللي هو الانترميديت فريكوانسي اللي هو عند 455. احنا قايلين انترميديت فريكوانسي بيبقى عند كام؟ بيبقى عند 400 ايه؟ 55 اهو كيلو هرتز، تمام؟ طيب
يبقى انا ممكن هتيجي تبص هتلاقينا ممكن نحصل على نفس الاوتبوت من الميكسر، تمام؟ لو انا عندي هنا لو عندي الريسيفت سيجنال بقى مش عند الاف كارير، عند الاف كارير بلس 2 الانترميديت فريكوانسي اللي هي عباره عن كام؟ عند 1910. لو السيجنال اللي جاي لي في الاير انترفيس عند 1910 اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن 1000 بلس 455 بلس 455، فايه اللي بيحصل؟ يبقى انا عندي هنا هتطلع لي نفس الفرق اللي هو 455، وده لسه حاسبينه بالمعادلات. وبنقول هنا ان 1910 المحطه او السيجنال اللي هي راديو فريكوانسي بتاعها عند 1910 كيلو هرتز هي عباره عن الايمج بتاعت الستيشن او الراديو فريكوانسي سيجنال اللي هي عند كارير فريكوانسي 1000 كيلو هرتز، وانا عايز ريجكت دي اللي انا هي مش عايزها اساسا عن طريق اعمل لها ايه؟ عن طريق الار اف ايه امبليفاير، اعمل لها ريجكت عن طريق الار اف امبليفاير. يبقى ده هنا عباره عن ايه؟ يبقى الجزء اللي احنا شرحناه هنا ده هو عباره عن الايمج فريكوانسي في اللي موجود في السوبر هيترودين ايه ريسيفر. اوكي، يبقى ده هو الشرح بتاع الايمج فريكوانسي في السوبر هيترودين ريسيفر. طيب لما تيجي بقى نبص بعد كده ايه هي الليميتيشنز اللي موجوده، هنتكلم على الادفانتجز والليميتيشنز بتاع الامبليتيود موديليشن. اول حاجه الادفانتج بتاع الامبليتيود موديليشن ان هو سهل في الامبلمنتيشن، سهل انك تطبقه عمليا. الدي موديليشن بتاعه ممكن اعمله بكومبوننت قليله والسيركت بتاعه بسيط، الريسيفر بتاعه بيبقى رخيص. بالنسبه للديس ادفانتج او المساوئ بتاعه الامبليتيود موديليشن ان الباور بتاعته از نوت افيشنت، زي ما احنا شفنا الافيشنسي بتاعه الاي ام ايه بتبقى مش كويسه، في نفس الوقت بيستخدم باند ويدث كبيره، والاميونيتي للنويز بتبقى قليله، مقاومه للنويز بتبقى ايه قليله. ده بقى برضو اكزامبل انت ممكن تستخدمه كتست ليك، يعني اللي هو الاكزامبل ده، وبرضو ممكن نسأل ايه تجاوب على الاسئلة اللي هي زي دي كتست على المحتوى.